من الأخوير بالتحديد مستمعينا من مسقط العامل روح صوب مسندم. صبح عليك ضيفتنا لهذا اليوم الأستاذة مكية الكمزارية، معلمة أولى لغة عربية وباحثة في المشروع الوطني لتوثيق اللغة الكمزارية. صباحك خير يا رب. صباح الورد والنوير يا عمانية يا بنت مهان تغفيما، يعطيكم الجميع ألف عافية ومستمعينكم وطاقة من جهاز الفني للبرنامج. صباحكم ورد إن شاء الله. صباحك سعادة يا رب، الله يعافيك. شابي جو خاصب الحمد لله جواني مالي وفرن لبرن من لكن يلا ماشي حافظين. لا عادني أنا ما أقدر. الله العافية. طيب أستاذة مكية، بداية حابين نتعرف، نتكلم بداية عن اللغة الكمزارية، بداية نشأة هذه اللغة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بادئ ذي بدء يعني الحديث عن أصل اللغة ليس بالأمر الهين، خصوصا في ظل لا أقول غياب وإنما أقول تأخر التأصيل والتنظير لهذه اللغة. أكدت الأبحاث الأخيرة أن اللغة نفسها حالها حال أي لهجة أو أي لسان موجود على شبه الجزيرة العربية، تمتد جذورها للحضارات الأكادية والآشورية. لدينا الآن أبحاث بأيادي كمزارية تخيل لهم الأستاذ علي الكمزاري ببحثه الأخير، يعني أشار أنه هناك كثير من الكلمات تنتمي إلى الحضارة الأكادية والحضارة الآشورية. فيعني إذا 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 صح هذا الكلام، نحن نتكلم عن آلاف السنين يعني، وهي طبيعة المكان. ودائما أتحدث أستاذي عن كمزار بنفسها ودورها في خلق هذه اللغة. عادة ما تكاد تجد علاقة بين البيئة، علاقة قوي يعني علاقة بهذا المستوى اللي أنا لمسته في كمزار. جايز يكون في مكان آخر، لكن دعينا نتحدث عن الواقع. كمزار قرية، آخر قرية تطل على مثلا خليجنا على مضيق هرمز، وهي يعني تحتوي على بئر ماء عذبة. فتتخيلي تأثير وجود ماء عذب في تلك البحار، تلك يعني في مثلا إذا رجعنا شوية لفترات الملاحية والبحارة والمارين من هناك، فهي يعني تزود الناس في المياه فأصبحت مورد، فطبيعي جدا تتوافد عليها الوفود، وهذا أثر على تشكيل لغتها. لما وجدنا فيها لغة عربية، وجدنا فيها لغة عربية قديمة جدا، قديمة يعني ليست المصطلحات فقط اللي هي الإسلامية، هناك أبحاث تقول أنه دخلتها العربية لما دخلت الإسلام، وهذا وارد إلى الآن بشكل أنه الألفاظ العربية واردة في العلاقات والمعاملات الخاصة بالعبادة، لكن هناك أيضا كلمات ومصطلحات تأكد أنها عربية أصيلة وعربية طرأت عليها تغييرات بفعل المنطقة، بفعل الانقسام الذي حصل بين القارات، بفعل التنقل، بفعل التوافد. هذا كله شكل خليط، أنا لا أريد أن أذكر الآن الخليط الكثير، دائما يقولوا برتغالي وتركي وإنجليزي لكن أنا لا أتحدث كل هذه اللغات حتى أقول لك والله ولا المستمعين أنه هذه اللغات كلها موجودة. ما أتحدث عنه هو ما تأكدنا أنه موجود، التركية موجودة، نوع من الإنجليزية موجودة، العربية موجودة، الفارسية كذلك بمستواها الجنوبي وليس الشمالي، المستوى الشمالي يختلف وموجود. هذا ما لمسناه نحن كأبناء هذه المنطقة. نعم، واللي عجبني في الموضوع أكثر شيء يعني أستاذة مكية إن هذه اللغة ما زالت موجودة معاكم في مسندم وكمزار، يعني هي من آلاف السنين. إذينا نتكلم عن المدة الزمنية، ولكن إذينا نشوف إذا رحنا حتى في أراضي مسندم راح نشوف إن أهل المنطقة ما زال ينطقون بهذه اللغة. صحيح، الحمد لله. هذا أيضا من جماليات اللغة، إنه اللغة ما يتحدث بها غير هذا العدد الموجود أو اللي ينتمي إلى كمزار. نعم. طبعا أنا أقصد اللي ينتمي إلى كمزار منهم من يعيشون في كمزار، وكمزار يعني قرية صغيرة جميلة جدا، وأيضا طبيعة حياتهم اقتضت عليهم الترحال لخصب في 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 موسم القيض اللي هو عندنا رحلة الشتاء والصيف، فراح تلاقي هذا مجموعة السكان أيضا موجودين في ساحل خصب، ممكن يكون هم أو امتداد لهذه الأسر. فأحسنتي، فقط أهلها يستطيعون التحدث بها فيما بينهم وبين بعض. هناك حالات استثنائية، بعض العمالة الآسيوية التقطت اللغة وأصبحت تتحدث بلسان أهلها، وأيضا بعض العمالات العربية عندنا كان أساتذة مصريين
اكتسبوا اللغة وصاروا يتحدثونها، لكن تستطيع طبعا التمييز، أنا أستطيع التمييز بين اللهجات. أنت تتحدثين، أنا أستطيع أقول لك أنت من شمال الباصة، من جنوبها، من الداخلية، من مسقط، من صلالة، فيها هذه الجهة. حتى اللغة الكمزارية أيضا إذا صح التعبير، ومن الآن نطلق عليها لقب لغة لأنه تتأصل وتتجذر وتتنظر، أيضا فيها يعني عدة أشكال، وإلى الآن ظهر لدينا شكلين من أشكال التحدث باللغة الكمزارية في الكمزارية نفسها، يعني لغة كذا ولغة كذا. وبالنسبة لي معجمها طبعا هي معجمها زاخر جدا، يعني خصوصا في مصطلحات البحر، في الأنواع، في أنواع السمك، في الحياة العامة، في الطقوس، حتى عندنا بعض الطقوس المختلفة يعني عن يمكن باقي القبائل الموجودة قريبا، أيضا بأشياء تتعلق حتى الأكل المرتبط بالبحر، حتى مواسم استقبال البحر، مواسم استقبال المواسم الفصلية السنوية، كل معجم زاخر وفريد. يعني أنت ما عندك بس لغة، اللغة وعاء حضارة يا سيما. نعم. اللغة وعاء حضارة. شنو يعني وعاء حضارة؟ اللغة فيه تقدر من خلال اللغة تتبين لك عناصر هذه الحضارة، من ثقافة، من حضارة، من تاريخ، من جغرافيا، حتى الجغرافيا يعني المطالع الجبلية ومناطقها، وهذه إيش تسمى، وهذه الجزيرة الصغيرة إيش تسمى، وإذا كانت أكبر شوية إيش تسمى، هذا الرياح إيش تسمى، إذا هبت كذا إيش تسمى. فمعجم زاخر قائم بذاته، هذا لأجل من يقولون أنها ليست لغة. اللغة ما هي إلا نظام متكامل من الأصوات، من المعاجم، من الصرفيات، وهذا كله إلى الآن أثبت وجوده. نعم. طيب أستاذة مكي، يعني نتكلم عن اللغة الكمزارية، أنت مثل ما ذكرتي قبل شوي إن هي دامجة مجموعة من اللغات في لغة واحدة فقط، يعني من خلال تعايشكم مع اللغة الكمزارية أول ما تطلعون برع مثلا نقدر نقول عمان، يعني تقدرونكم تتواصلون مع الجنسيات الأخرى باللغة الكمزارية سواء كان مثلا في الدول الأخرى؟ بكون صريحة معك، في البداية بدايات خليني أقول بدايات شنو، يعني على 20 سنة مثلا كان العالم شوي منغلق أكثر، يعني كان النت والإنترنت وشبكات الاتصال ووسائل التواصل الاجتماعي كانت نادرة، يعني حتى ما توصلنا بالسهولة اللي توصلنا فيه هذه الأيام. نعم. فكان الوضع لا وضع منغلق أكثر، كان ممكن تجد يعني كمزاري لا يجيد العربي، لا يفهم إلا كمزاريته هو. نعم. فأنت مضطر يا أما تكلمه بلغته أو تشوف لك طريقة تتواصل معه. نعم. هذا بالنسبة لا ينطبق فقط على كبار السن يعني، لكن أيضا حتى بالنسبة للشباب أنه الموضوع كان منغلق. بعد انفتاح الحياة والوسائل الإعلام والوسائل التواصل الاجتماعي المفتوحة، الآن اليوم أنا أكلمك، بدأنا في مشروع ثقافي استراتيجي ضخم تشرف عليه مجلس البحث العلمي وتشرف عليه الثقافة، وكان يعني أيضا من تمخضات المجلس الأعلى للتخطيط في ضمن استراتيجية 2020-2040. نعم. توثيق اللغة الكمزارية، إيجاد معجم وإيجاد أبجدية لها، هذه خطوة جبارة تحسب للسلطنة وتحسب لقادتها. لدينا مجموعة اليوم من الخبراء من الأكاديميين الذين يشرفون على هذا المشروع، أكلمك وإحنا يعني ليس في بدايته لكن خطينا خطوات كبيرة. الآن الكمزاري، عودة على سؤالك، الكمزاري يستطيع التواصل مع الجنسيات الأخرى إذا كانت أو إيجاد لغة وسيطة، يعني مثلا في مثلا عندنا أشكال لغوية أخرى، لا أقول لغات، أشكال لغوية يعني مثلا اللهجة الشحية. نعم. الظهورية، حتى الشحية فيها مستويات، أنا أحس يعني تحدثت عن هذا سابقا، يعني المستوى البحري، المستوى الظهوري، المستوى الجبلي، هذه أيضا مستويات، لكن بإمكان الكمزاري والشحي إيجاد مستوى لغوي بينهم للتحدث. لدينا صديقات اليوم من كل، لا أقول لك من فقط من مسندم وإنما من باقي اللغات. تبقى مسألة فقط إذا أنا الآن تكلمتيني في بداية الحديث أنه هل جملتين ثلاثة عاد فصلنا أنا وإنتي خلاص، هذا الشكل ما عاد يفهمه أحد، شفرة عندك، سالفة خاصة تريد تدزيها تحت الطاولة ما يخالف. لكن إنه إذا كان الحديث عام وكذا، يعني شخصية جالسة وكذا جهة جالسين، لا، في هناك ما يسمى لهجة بيضة أو لهجة عامة تخلطين فيها من كل هذا. نعم، جميل. وخصوصا يعني أنا حاولت قدر الإمكان أني أتعلم اللغة الكمزارية أستاذة مكية، فيعني عندي هناك عصفورة من مسندم، فقلت لها يعني خبريني، قلت لها خبريني، غششيني، أعطيني أي كلمة، تقول لي يبالي سنة لين ما أعطيش كل الكلمات الموجودة معانا، فقلت لها ما علي.
أحيي على صورتك لانتي نطقتيها نطقتيها بشكل بعيد المدى نجحتي فيها. بالعادة لما حتى في واحد من اللقاءات كان أستاذ تحية لأبو محمد سلطان الزجاري ما استضافني على الهواء وما كان خبرني إنه راح يطلب مني, كان مخرج أستاذ إبراهيم الزجاري ما خبرني إنه في يعني راح تشفتي شوية بالكذاري. الآن أنا أقول لك نظام لغة, أنا عقلي كله الآن على العربية منطبق, مستمعين كلهم عرب مثلا عمانيين أو فيقول لي يلا قولي لنا كلمة عاد يخربطي, ما معنى خربط لكن جبت آخر مستوى من الكمزارية اللي هو مستوى الفوق اللي شبه عربي اللي كذا وكذا, أنا ما كنت مجهزة لأنه العقل صعب علي يفطر على كل المستويات وبسرعة. لكن كمستمع عماني لا يستطيع, فهذه الكمزارية فعلا أنا كلمتك الكمزارية جدا طبيعية, لكن إذا كلمتك الكمزارية متقعرة يعني يمكن اللي مثلي واللي فيه مثل سني يسألون عن كلمة أو كلمتين. أنا أتكلم أم لزميلة لي أطمن على تلقيحها, فكان مثلا الآن المفردات الجديدة حتى في هات لقحت مثلا بالكمزاري لقاح وبدي, اللقاح موجود ككلمة عربية دخلت في اللغة الكمزارية, لكن إحنا عندنا مفاهيم أخرى مثلا شنتلخ وبدي ولا كرورة بدي. فأنا يعني كلمت الوالدة بهذه الطريقة فالبنت استغربت أنت من وين جبتي هذه الكلمة, مثل لما نتكلم حتى قواتنا في الداخلية وانت من وين فيها هذه قعي وروحي وتعالي وزهيري وكلمة هذه, فأنت من وين, مال شيوبة أنت, إيه مال شيوبة إحنا, لأنه هذه اللغة هي اللي عندها زبدة اللغة. أنا يعني هدفنا في هذا المشروع أو أي مشروع آخر روح اللغة هو اللي يحافظ على كينونتها دون تغيير. اللغة كائن حي يقول الكتاب عقاد وغير, اللغة كائن حي. شو يعني كائن حي؟ يعني تطرأ عليه تغيرات, يعيش ويموت. فبالتالي أو أنا أستمع إلى أهلنا بس بقيك, إذا فرضا سألتيني إنه أطفالنا شلون يعيشون أول ما يبدأون شلون يتكلمون, هذا سؤال دائما يعني يسألون إياه أطفال الكمازر أول ما ينولدون شلون يتواصلون مع العالم الآخر. يتواصلون إنه بالبداية في أسر تبدأ تعلمهم اللغة العربية عشان تمكنهم من التواصل مع الآخر, بعد كذا يكتسب لغته بالاستماع يعني يبدأ يفهم ما يتكلم, بعد كذا يبتدي يفهم وأيضا ينشئ كلامه الخاص بالكمزارية. تبقى مسألة ظاهرة هذه الأيام أستاذ شيماء وهي أنه مخارج الحروف بدأت تدخل في بعضها. الأبجدية الكمزارية مثل ما يعني إن شاء الله سوف ننشر عنها تحتوي على بعض الحروف الخاصة, بعض الحروف الخاصة بمعنى أنه ليست هي في مقابلها, مثلا في الإنجليزي أنت ما عندك كل الحروف في العربية ما عندك في الإنجليزي. أيضا في اللغة الكمزارية عندنا مستويات للحروف مثل ما عندنا هاي المستويات للصفات للألوان, عندنا أيضا مستويات للحروف يعني الراء مثلا العربية ليست موجودة عندنا الراء هذا بكل هالفخامة وهذا الجلال, لا الراء عندنا مرققة تشبه من راء الشرقية حسب ما هم مقاسل تحية لهم لأهل الشرقية اللي هي الراء رفتجيا ريجيا صح يعني تحسيها راء خفيفة جدا غير يعني, وعندنا مستويات للألف عندنا مستوياتها عندنا ميئي وعندنا آون وعندنا يعني المدود فيها أيضا مستويات مختلفة, فهذه يعني أمجديتها صعبة. ومن أهداف مشروع اليوم أنه مشروعنا اللي مشرف عليه أنه أيضا نوجد يعني أمجدية حتى نضعها في الكيبورد, نضعها في لوحة المفاتيح في الهاتف حتى نتيح للجيل هذا إنه يتحدث بكل علمية. الآن لما كلمتك الآن عن خصوصية بعض الحروف أنا أسمع بعض الأطفال كوني معلمة الأطفال يتكلموها لكن بمخارجها فأنا أضطر أضحك عليهم اليوم أضحك لكن أنا متأكدة بكرة ببكي لأنه هذا الجيل راح يكبر يتكلم بهذا الشكل, فالكمزارية الأصلية الحقيقية تتغير وأنا ما أريد هذا, وغصبا عني بيتغير لأنه اللغة اتفقنا قبل شوي أنها تعيش وتموت وتتغير تتجدد لكن أنها تتغير بهالشكل لا. أنا دوري الآن كمنتمي للهوية كمنتمي لحضارة, طبعا هذه شيء ما أنت تتفقي أنه جزء من حضارتنا وجزء من تاريخنا وجزء من ثقافتنا وجزء من تراثنا, وهذه ليست اللغة الوحيدة الموجودة, سبق بيت الزبير مشكورين استضافوا اللغات الموجودة الفارسية والمهرية والجبالية والبروشية والسندية أيضا موجودين كانوا في الصادقية موجودين, وكان لي الشرف أني أكون في هذه الجلسات وعرفنا أنه عمان
متنوعة الحضارات ومتنوعة الثقافات، وهذا لا يعيبها أبدا، لا يعيبها كون أنه عندها حضارات وألسن مختلفة، لا يعيبها، أن بالعكس هذا تنوع وثراء. كون أنه بلد مثل عمان توافدت عليها القبائل وتعرضت لظروف جميلة، أوجدت لنا أشكال لغوية جدا يعني رائعة، وعاد فيها مباحث لغوية أخرى. إحنا في مثلا في التربية نسمي من الازدواجية اللغوية، هذه تأثر على ترى التعلم، يعني إن الطالب اللي يكون عنده ازدواجية عنده لغة، إحنا شيء ما تتكلم كمزاري تتكلم مثلا عربي، هذه مثلا عندها حساسية لغوية، يعني معناته في الإنجليزي بتلقط بسرعة، أو إنها تنتبه لبعض الأمور اللغوية بسرعة. غير ذلك الطفل اللي متعود على نمط واحد فقط من الحديث، هذا شوية يعني ذكاءه اللغوي حساسيته اللغوية تكون يمكن أقل شوية، يحتاج يتحفز من نواحي أخرى، تأثر كثير على مناحي الحياة. بس يعني نتعامل معه كأرث وكحضارة وكثقافة كهوية إحنا ننتبه. نعم، وأنا للأمانة أستاذة مكي يمكن اللي تعلمته فقط جملة واحدة ودائما أرددها عبر الهواء، إذا استضفت أي أحد من مسندم أقول له شابة حالته خويشة، هذا اللي تعلمته. ما شابة، شابة حالته خويشة. حتى التشا هذه يعني أنا دائما أقول لهم كأنك تحط تا قبل شا مع الشين. نعم. هذه أيوة، هذه بعد الإشكاليات ما يصير نحط حرفين بحرف. شابي حالته خويشي أو إذا شابي حالته أنت، لكن شابي حال شما أنتم، شابي حال شما صبح بورة صباح الخير، نسي بورة مساء النور، أو مساءكم خير مثلا، خويشة أديمي شما خويشان، الأهل بخيرين أموركم طيبة الحمد لله، الله رحمك ما بود، يعني حفظكم الله رحمكم من هذه الأمور. دائما حتى في عبر حساباتي في تويتر كل ما حصلت شيء فريد كذا يعني كتبته. آخر تغريدة كانت تتعلق ببعض الأفعال، مثلا في فعل خاص بالقرآن الكريم أنه مثلا شيء ما أرادت أن تهدي كتاب الله القرآن الكريم لصديقتها، فما عندنا مثلا أنه شيء ما اشترت القرآن، هذا انتبهت له بنتي تقول ماما يعني كم قيمة القرآن، فهذه مثلا لفتتني انه عندنا في اللغة الكمزارية بعض الألفاظ تقترن بشيء، فعيب أدبي وعيب لغوي وعيب أخلاقي ان يقول هذا بكم. صح. فنقول في الكمزارية قل أن وأبك برور فوق، قل أن وأبك مصيدة فوق، وأبا يعني وهب، وأبا يعني وهب القرآن، وأبا فكان يقولون نقول أن يعني هذا كان نوع من الاحتفال لما نختم القرآن، قل أنا وأبا قدش واو، هذه يعني احتفالية جدا رائعة. طبعا إحنا في التمزارية نحتفل لما نوصل للبينة اللي هي لم يكن، نسوي عقيدة نحتفل لما يعني مع معلمة القرآن، فهذه المفاهيم وهذه المفردات خاصة. لما قلت لك إنه المعجم التمزاري غني بهذه المستويات، أنت تتكلم عن الصفات يعني عند الغضب عنده مثلا مدارج مستويات، يعني بداية الغضب ما نسميه على طول هذا غضبان، ما يسمي هذا حسكة، لا هذا أفتيتة، هذا بوبو بسبخو، هذا حسكة وابر، أصبا قدش، فيدم وابر، يعني عندنا حتى الألوان يا أستاذ شيماء، عندنا ضرد ظافرن، ضرد دوديتي، عندنا الصفات كل واحد راضي يعني هذا في الطول مثلا طبلة، يعني حتى عفوا صفات مثلا تتعلق بقلة الفهم عندنا أيضا، هذه فيها يعني فيها مستويات حالها حال اللغات. مثلا إحنا عندنا في اللغة العربية مستويات لأسماء الجمال، مستويات لأسماء أو صفات للأغنام وكذا، هذه أيضا حالها من حال هذه الأمور، لكن عدم استعمالنا لهذه الأشياء راح يقلل من استعمالها، بالتالي تختفي وراح نركز على نوع واحد. يعني شيء ما أصبه جسي بشا، هذا أبسط شيء أقوله اليوم، أنت ليش معصبه؟ أصبه كلمة أخيرة داخل، هذا اللي تكلمنا عنه، هذا المستوى السطحي اللي فوق. الآن الشباب يمكن يتكلمون بعد ما تأثروا به وسائل التواصل المفتوحة، لكن أنا ممكن أقولي أبسيتي حسكي، هذه الكمزارية الصحيحة. دائما حتى لما يعني جامعين البيانات اليوم في المشروع أذكرهم أقول لهم لما تفتحوا موضوع مع الشايب مع كبير السن هذا دائما كلموه بلغته عشان هو يكلمكم بلغتكم، لكن إذا بدأت تكلموا أنت بلغتك الشبابية راح يسمع لك، ما راح ينزل لك للمستوى اللي أنا أريده في الزبدة الكمزارية في القاع في المادة الخام إذا نسميها في الكمزارية. نعم، على سبيل المثال بس أقاطعش شوي دامش طريتي موضوع كبار السن أستاذة مكي، يعني على سبيل المثال مثلا الحين ممكن من اللهجات اللي ممكن تكون دخيلة معاكم أهلته ولا موجودة من قبل؟
مرة ثانية سؤال عزيزتي. يمكن من اللغات اللي راح تكون دخيلة، يعني مثلا لغة الشباب دائما تختلف عن لغة كبار السن، يعني مثلا أهل يعني ممكن راح تكون كذا بطريقة مختلفة. صح، فهذه راح تكون مختلفة طبعا، لأنه الانفتاح والشباب يعني ما خاصة تعرفين الشباب يحبون التطور في كل شيء، حتى في مستوى اللغوي تلاقيهم يتطورون لأن الإنسان دائما يحب يتجدد. صح. فهذه الأمور، بس حركة إنه الخطوة اللي راح تسويها مجلس التعليم العالي ومع مشكورة مع مجلس البحث العلمي إنه تسوي كيبورد. هذا الكيبورد الآن أنا وأنتي فرضا كمزاريين، إذا أنا أراسلك بالكمزاري أرسل لك صوتية مثلا إذا أنا أريد الموضوع، لكن إذا أنا مستعجلة أو ما عندي يعني مناخ مناسب لتسجيل صوتية بإيش أكتب لك؟ أكتب لك بالعربي، لأن حتى لو كتبت لك بالعربية لكن بحروف يعني بالمعنى الكمزاري ما راح نتفق تماما، راح تلاقي صعوبة جدا في بعض الحروف. فالأسهل نتكلم باللغة العربية، وهذا صاير إنه الشباب يتكلمون مستوى حديثهم باللغة العربية، وهذا يأثر. لكن مشروع حفظ اللغة وتوثيقها يعتمد على شيابنا حفظهم الله، رواتنا راح نستقي منهم المعلومة في خطوة إن شاء الله لحفظ هذا التراث. نعم، ونتمنى بإذن الله تعالى أن هذه اللغة يعني راح تكون موجودة وما راح تندثر بإذن الله تعالى، وأنا يعني على يقين والتمس من خلالك أستاذة مكية مدى تمسككم باللغة الكمزارية، وإن شاء الله يعني المحطات القادمة واللقاءات القادمة راح تشوفينا نتكلم بالكمزاري. إن شاء الله، مستمعينا أيضا حفظوا لهم كم كلمة، ولو كان الوقت كان يملي كنا حكينا قصة كمزارية. على فكرة في قصص كمزارية جميلة وتحكى بلغة كمزارية مع فنونها أيضا الشعبية، لكن إن شاء الله في قادم الوقت في برامجنا القادمة أنا متأكدة أنه إذاعة مثل الشبيبة أيضا حريصة على الهوية العمانية، حريصة على مثل هذه السمات الحضارية التاريخية اللي تمثلنا كلنا. تحية لكم أستاذة شيماء. شكرا لك الأستاذة مكية الكمزارية، معلمة أولى لغة عربية وباحثة في المشروع الوطني لتوثيق اللغة الكمزارية. يومك سعيد، وعطينا جملة بالكمزاري قبل أن نختم. يلا حين تسترجلتيني. سامحوا مكي طوال أقدي ماش ما يمكن، لكن متى تمجمش ما تكيم فكمزاريا وشابي لا غشن وآما فقيا ولا فسقيا ترى يلاغي في النهاية يعني، والحمد لله رب العالمين نحساتي وجده، وإن شاء الله شوتا وحافظتوه بإذن الله إن شاء الله. وماني أم مش ما إن شاء الله بيمكن فهمها مكي إذا كان مجمتين ترجمة أمو ما بدون ترجمة عيل بروح أسأل عن المعنى أستاذة. لا نتكلم المستمعين أنه حاولنا نسلط الضوء على اللغة الكمزارية، وإحنا كعمانيين جميعا يعني ربما نصل في مرحلة ما إلى مرحلة فهم هذه اللغة فضلا عن التحدث بها، لكن إذا استطاع المستمع إلينا اليوم عبر أثير الشبيبة أنه يكتسب كلمة أو كلمتين صبحة بوري مسيا بوري شابي شابي حالته خويشي، هذه أيضا يعني تعتبر مكسب وتعتبر إضافة للغة الكمزارية وأهلها، ومرحب بكم دائما. يعطيك العافية أستاذة مكية، شكرا شكرا على هذا اللقاء الجميل. الله يحفظك أستاذة، شكرا موصول لكم جميعا. شكرا لك. إذن مستمعين من اللغة الكمزارية ومن مسندم نرجع مرة ثانية إلى مسقط، وخبرونا إذا لقطوا كلمة واحدة كتبوها على 9 4 7 3 9 7 5.